شوط أول سلبي أداء ونتيجة بين الأهلي والمقاولون. شفنا في البداية يمكن تسيد من النادي الأهلي، مسكين كورة، مفيش ضغط من فرقة المقاولين بصورة واضحة، حتى لما كانوا بيضغطوا بس كده علشان النادي الأهلي ما يلعبش في نص ملعبه، بيرجعوا بسرعة نص ملعبهم، ولكن شفنا بطء وعدم تفاهم بين لعيبة النادي الأهلي، شفنا عدم تركيز، شفنا تسرع في البداية. يمكن ابتدينا ندخل المباراة بعد الدقيقة 30، ابتدى المقاولين بينظم صفوفه، ولكن في نص ملعبه بس، ما كانش عنده المخاطرة ان هو يهاجم النادي الأهلي. هو المقاولين كأنه بالظبط كده رد فعل، مستني الفعل من النادي الأهلي، ولكن الفعل من النادي الأهلي كان ضعيف شوية. يمكن بقول لكم حضراتكم، ابتدينا من الدقيقة 31 ولا الدقيقة 30 أول تسديدة على مرمى المقاولين العرب، وحسينا بشبه خطورة، ولكن رجع بعد تاني استحواذ سلبي من النادي الأهلي دون أي خطورة على مرمى نادي المقاولين العرب. هنروح لفاصل وبعدين نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظروا. مرحبا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن علاء، الشوط الأول شوط ضعيف فنيا، الاستحواذ ايوه كان للنادي الاهلي فعلا، ولكن ما كانش فيه خلق فرص، ما كانش فيه تهديد على المرمى، كان الشوط الاول لم يلعب. الاستحواذ اللي دايما نقول عليه هنا في الاستوديو استحواذ سلبي. اولا في حاجه بسرعه كده يا ايمن، انك دخلت المباراه متاخر. صحيح. يعني دخولك المباراه متاخر قوي، يعني تقريبا بعد ربع ساعه او لا بعد ربع ساعه ابتديت تمسك كوره. قبل كده تمرير خاطئ. صحيح. تحرك وحش، في بطء، ابتدوا كوره مقاولين سهل قوي. المقاولين واضح وصريح. صح. انا مدافع. صح. بس هو ما بيعملش حاجه تاني خالص. صح. هم ال10 لعيبه تحت الكوره وبيحاول يتحرك معاك، لكن انت دخولك في مباراه بطيء. لو حاولت الفرص اللي جات لك القليله جدا. الارقام معانا على الشاشه كابتن حاتم. طبعا الاستحواذ 71 مثلا، في 69 سلب منهم، يعني المقاولين مش عايز مش على الاستحواذ. ده المقاولين بص، ال 86 تمريره من 138 تمرير الشوط الاولاني. ما هو انا بقول لك، ما هو الاحصائيات دي ماشي على عيني وعلى راسي، انت اكيد احسن من المقاولين بكتير جدا. دايما بعد كده انت بتدور على النتيجه ايه، لكن لازم الدخول يبقى اسرع شويه، الشوط الثاني لازم اقوى شويه، ضغط كويس قوي، لازم اعمل تمرير غير مباشر، لازم الكره اللي مش متشافه دايما، اللي مدافعين المقاولين مش متوقعينها، هو ده اللي مأثر عليك يا ايمن. لعيبه المقاولين بيدافعوا لكن متوقعين اللعب، لازم لعب غير مباشر شويه. مظبوط. كابتن مسامة، الحلول ايه الشوط الثاني؟ هل هيتم اللجوء للدكه من بدايه الشوط الثاني ولا هيستنى شويه مستر موسيماني؟ لا، ممكن يستنى شويه عشان في ناس كتير حالتها مش كويسه، فهو هيحتار يغير مين ولا مين. بس لو الموضوع فضل كده ممكن بعد 10 دقايق ولا حاجه يبتدي يلجا للتغيير. انا مع زي ما علاء قال ان دخلنا متاخر قوي، وكمان كان في ارتباك، لان المقاولين اول 10 دقايق لعب باسلوب عكس ما كنا متوقعين، ضغط من قدام. صح. وكان ليهم حتى فرصه في اول دقيقتين. مزبوط. الشناوي مع نستوزا، وطلع خدها، يعني خبطوا في بعض كمان، الشناوي شالها. مزبوط. كان هيبقى انفراد تام يعني. داخلين متاخر، حاله بعض اللعيبه مش في الحاله الطبيعيه، زي قفشه، زي طاهر، زي معلول، زي فتحي، يمكن ديانج بيحاول بالقوه وكده، هو اكرم توفيق الى حد ما، اكرم توفيق بيحاول ناحيه اليمين، ولكن مفيش تركيز يعني. صح. هو بيعمل جهد، ويمكن عمل عرضيه كويسه او عرضيتين، واحده على الارض وواحده فوق، لكن في حاجات ما فيهاش تركيز شويه. شوطه بالشمال في الاخر شكلها كويس، ما تقدرش تقول عملها مع مجدي قفشه. يعني يمكن الجنب اليمين شغال اكتر حتى من الجنب الطبيعي الشمال اللي احنا شايفين فيه علي معلول، انه الخطوره الكبيره بتملي بتيجي من الجنب اللي فيه علي معلول. فالمقاولين متكتل بعد ال 10 دقايق ربع ساعه الاولانيه، والاهلي مستحوذ، لكن حتى الكرات الطوليه اللي احنا كنا بننجح فيها في المباريات الثانيه مش ناجحه النهارده، لان هم متاخرين قوي في الدفاع. يعني احنا هم كنا الناس بتطلع تدافع لقدام شويه، فنعمل الكور طويله لشريف. دلوقتي فاروق وسمير بيتاخروا تحت قوي، فمفيش مساحه. مظبوط. فاتمنى اللعب يبقى اسرع ان شاء الله، والحاله حتى بتاعت اللعيبه تبقى افضل من كده ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، ايه حلول مستر موسيماني الشوط الثاني؟
يعني المفترض ان هو لازم يغير بسرعه يعني. لكن في نقطه عايز اقولها لك كابتن ايمن، قلت لك انا قبل الماتش قلت لك انه كل اول ما مباراه الفاينل بتقرب منك، وما زلت انا بقول لك الكلام ده، عدم التركيز بيبقى عندك اخر مباراتين بالذات، اخر يعني 10 ايام اللاعبين نفسهم التركيز ما بيبقاش جيد. فانا بقول ربنا يستر يعني في المباراه دي والمباراه القادمه يعني ان احنا نكسبها باقل مجهود ان شاء الله، علشان نعدل من اللعب. لازم اول حاجه اللعب المباشر، ثاني حاجه لازم يبقى تغيير في حته الملعب شويه، لان النادي الاهلي بيبقى عنده قله في الحته الهجوميه كبيره قوي. الكره لما بتروح ناحيه اليمين او ناحيه الشمال عشان تتعمل كروس ما بنلاقيش الا محمد شريف لوحده اللي جوه ال 18، فدي ما تجيبش جول. الحاجه الثانيه اللي انت لازم نعرفها ان المقاولين بيرجع بسرعه يعمل الزون ديفنس بتاعه، لان النادي الاهلي بيحضر ببطء. صحيح كابتن بلال، من احد عيوب الشوط الاولاني التحرك بدون كره وخاصه في الجزء الهجومي، ولذلك قلت الخطوره على مرمى المقاولين. دي حقيقه. انت عندك انت بتلعب فرقه بتشتغل بتكتل دفاعي كبير جدا جدا المقاولين العرب. في حاجتين مهمين جدا افتقدهم الاهلي في بدايه ال 30 في اول 30 دقيقه، ابتدى يشتغل عليهم على استحياء يعني يمكن في اخر 15 دقيقه، الا وهي التصويب من خارج ال 18. دي مهمه جدا جدا جدا. لعيبه الاهلي النهارده اتيحت 3-4 فرص للتصويب من خارج ال 18 وما حصلش الكلام ده غير مره واحده تقريبا من ديانج ومره من اكرم توفيق. صح. الدبل باص عشان تكسر التكتل ده لازم فيه دبل باص كتير جدا. صح. الكرات البينيه اللي اتلعبت، مره اتلعبت لعلي معلول راح وعملها بالعرض، ومره اتلعبت لاكرم توفيق، دي مهمه جدا جدا لازم يشتغل على لعيبه النادي الاهلي عشان نقدر نخلق فرص حقيقيه للتسجيل باذن الله ان شاء الله. كل توفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني، تحيه الفوز باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة. أرجوكم انتظرونا.